ياقوش انا عرسي نوري وراهي النورية راحت المرشي تقضي راحت المرشي هي الراجل ولا انا اش بيك تعيط نسمع في صوتك حتى لبرا يا سيد الرجال اش بيك لا ما كنتش نعيط تقلقت عليك برك ها سقسيها يا لالا يا لالا كي تقلقت عليا ما قوم بكري ومشي انت للمرشي نوض انا نوض نوري بغيت نقول لك راني عارض واحد صاحبي مقله كبيره وراه باغيني ناكل متوم ليه يا حبي اليوم ما نجمش طيبو المثوم اليوم مولاتي تحبني طيب لها زاليغو زاليغو وهذا الوسع زاليغو تعرفيني بلي ما نبغيش انت تعرفوا الزاليغو لا خليني نطيبو ميرا بعد ما تذوق لي وشكون صاحبك المستدعي هذاك اللي عرض لك خطره تعقلي عليه اي ماشي هو هيا خفي روحك هذا روح نجيبه ونجي مرحبا بكم في كوجينة عاشور حلقة جديدة وأكلة جديدة أبش نقول لكم كيفاش الطيب بعد شوية ما تزبيوش وقعدوا معنا ياقوت قصيت الحمى يعطيك الصحة برا باش يزيدني شوية لوبيا راك تشوف فيها القصر كاع على راسي مولي حاجه ما دارهاش انا هو كل شيء راني حايب نأمنك اسمح لي السلام عليكم اهلا 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 وسهلا سي يونس شنو احوالك لاباس وانت لاباس يا مرحبا الله يسلمك يعطيك صحه ما تشرفين انت وانت عارفي هذا ايوا شنو نعرفوا يونس صابر الشريف شكون ما يعرفوش وانا وين على بالي شكون ما يعرفوش اسمعي غادي نقول لك حاجه هذا الخرجه تاع المرشي غادي نقطعها عليك اسمع نقول لك برا امشي اشري لي الشروب وامشي خدم على روحك وانت تعرفي غير شري 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 بزاف نوري شنو تحب تخليني على حسابي ساي ساي راني رايح راني رايح بن عمي شرفتني بتشرفين اختي نوري يعطيك صحه ديجا كي دخلت الكوزينه اليوم انا ماشي مفروض ندخل بزاف الكوزينه ما نكذبش اليوم كي دخلت عندك هذا انجاز ليا انجاز مرحبا يا مرحبا يعطيك صحه معناها انت لا طيب لا تعاون لا تعمل حتى شيء ماذا بيا نعاون ماذا بيا نطيب صح ما نعرفش تعمل فيها بالعاني مش ما تقضيش هكذاك نهرب ايوا تقول ما نعرفش تقول ما نعرفش تخطي راسي اما اليوم باش تعاونني راه نعاونك في غران بليزير اليوم باش نطيب لك زاليغو وتعاونني في الترتيب نتاعي زاليغو ايه اللوبيا اللوبيا الخضراء اسم ديجا غريب عليا كي شفت لوبيا مشطو هذه بانت لي شويه واش قادره تكون اوكي تعجبك ولا تعجبني الاقتراح معناها باهي هكا ولا دونك انت ما تعاونش لكن انت ضد الراجل اللي يعاون في الكوجينه لا ماشي ضد ماذا بيا انا الراجل اللي يعرف يعاون اللي ما يعرفش يعاون بسكاتو يعاون باهي يعاون بسكاتو اما نجم اللي ما يعرفش واللي يعرف مليح يتعلم لي يعاون يمه يعاون اخته يعاون مرته لازم بصح لازم شويه خبره في الكوزينه ماشي يروح يدخل الكوزينه المهم يعاون ايوه يدخل الكوزينه طيب اللي يعاون المهم يعاون هكا ولا قل لي اش عامل فيك رمضان رمضان واش عامل فيا الحمد لله انا رمضان ما يقلقنيش بزاف 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 خاطرش شهر تاع صبر شهر تاع صيام شهر تاع مغفره من ذاك نفلته شويه نزعفوا بصح معليش انا رمضان نجوز وقتي بالخدمه نجوز وقتي بالخدمه نخدم بوكو بلوس في السهره لكن في لا جورني راني نقضي راني نحوس راني مع راني مع العائله راني مع الصحاب لكن نجم يجيك خدمه في النهار ما نقدرش نخدم في النهار في صوره ما تجيك في النهار تقلقك تقلقني شويه لانه انا الجوع يقلقني الجوع يقلقك تحب الماكله الجوع ما يخلينيش نركز في الخدمه وحنا كصحفيين لما نكونوا جيعانين ولا نكونوا ماش مركزين نكونوا تعبانين ماناش مركزين فنحاول نخدم المينيموم ونخلي كلش مرصه اوكي انا سبقتك حطيت السمن والزيت في الطنجره نتاعي أيوة. قلت لك عاوني اما كي تجي تشوف راه حضرنا كل شيء المكونات البصل قصيناه اللحم مقصوص عندنا اللوبيا حضرتها توا مزلت كي كملت حضرتها الفلفل الاكحل والثوم وهوني عندنا الكركم عندنا الفلفل العكري البصل المقصوص كل شيء مريح ما نحبش البصل بصح معليش ما تحبش البصل ما تاكلوش في الماكله ما نحبوش يدير لي اليرجي لا ناي. لا لا يدير لي اليرجي يدير لي اليرجي ما عباليش علاش ما نحبش البصل ماذا بين ونحبوه يقولوا لي فيه بزاف فوائد بصح البصل
ملا كيفاش نعمل اليوم نطيبها بلاش بصل؟ والله شوفي في وجهك ناكل بصل معليش. باهي اسمع جرب اليوم. ايوه. بالك شي تولي تاكل البصل. خلاص. بالك بالك اليوم نلعب اليوم نلعب البصل. باهي باش نحط البصله المقصوصه هكايا جيده. ايوه. باش نحطوا معاها اللحم نتاعنا خاطر باش نحطوه يتقلى شويه. هذا اللحم. فوالا. وباش نفوحوه بشويه فلفل اكحل. وباش نحطوا شويه ملح. هذا كل خاطر باش نحط على النار الطنجره. ومن بعد انا باش نكمل نحكي معاك. وشويه كركم والفلفل العكري هذا. ديجا هكدا بدات تبان حاجه مليحه. بدات تبان. هذا الكل باش نحطوه يتقلى على النار الهاديه. ياخذ لفاح اللحم بالكدا بالكدا. هذاك بصل رابي. رابي مقصوص. مقصوص. مقصوص جيد. وبعد نخلطوا البصل المقصوص هكاك كبير، خلينا نحطوها على النار هذه ساعة باش تتقلى. يعني نديروا زوج خطرات البصل. اي. ايه ربي يكون معايا. عرفني كنت عرفني كنت ما تاكلش البصل عملتلي زوج خطرات البصل. مقصوص جيد ومقصوص طروف كبار. وبعد باش نزيد نحط بصلة كاملة في هذا هذا اسمه بلا بصل. نخرجك من هوني تاكل البصل. معليش النور يحب ولا المهم؟ النور ياكل البصل. يحب البصل. النهار كل في يدو بصل. ياكلوا كي تفاح. ياكلوا كي تفاح صحيت. هذيك تتقلى وبعد نكملوا الترتيب نتاعنا. يونس اش عندك جديد في رمضان؟ كان جديد، كان جديد في رمضان، راني ندير ثلاث أمور ولا ثلاث حصص. الأولاني في الإذاعة، راني نعمل برنامج إذاعي في جو راديو، الناس يعرفوني شوية في جو راديو، صافي ثلاث سنين وأنا في الإذاعة هذيا، بدات صغيرة ودوكا راهي تكبر، دونك لازم نقعدوا في هذه المغامرة. الحاجة الثانية راني ندير الكويز، الكويز برنامج اللي كان العام اللي فات، اللي كان في ظروف استثنائية على الكورونا والكوفيد. هذا العام راح يكمل ان شاء الله. غبت شويه على الشاشه في العام اللي فات هذا، لكن هذا رمضان هذا راني حاضر بالبرنامج تاعي ان شاء الله. ان شاء الله حاضر. يونس وصابر وشريف. شكون اللي فيهم صابر؟ صابر وشريف ثلاثه اسامي. لكن اسمك ثلاثه اسامي. ثلاثه اسامي. يونس ولقبي صابر شريف. اي اي. واسمي يونس. اللقب نتاعك ديجا اسامي. اسامي. عندك ثلاثه اسامي. ما باهي برشا. الله يسلمك يعيشك. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يبداو برامج ناجحه. ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا. احنا المهم انه المشاهد يرضى على واش انا نعملوا. احنا راس مالنا محبه المشاهد، راس مالنا انه الناس تحب واش انا نقدمه كماده اعلاميه. لانه كاين الكثير من الخيارات اليوم في التلفزيون ولا في الاذاعات ولا في شبكات التواصل الاجتماعي. المهم انه الواحد يتميز بالنوعيه تاع البرنامج اللي يعملوا. ان شاء الله انه المشاهد اليوم يقدر شكون هو المليح شكون ماشي مليح. أيه. وان شاء الله انا نكون في الكفه تاع اللي يكون مليح. اكيد انت من المليح. انا نقول لك انت من المليح. نوري مقبل زعف وخلط علينا. ليه نوري؟ نوري ما تاخذش علي في حتى شيء. نوري سوا. لا لا لا. الراديو والتلفزه انت فين تلقى روحك خير؟ انا بديت في الاذاعه البدايه تاعي قبل 10 سنوات من اليوم. صراحه نلقى روحي في الاذاعه لانه العلاقه بين المستمع راهي علاقه فقط بالصوت وبالسمع وفيها اون سيغتان ماجي، فيها سحر معين. تلفزيون مليح، نحب التلفزيون لانه حتى الستيل تاعي اللي درته في التلفزيون جبته من الاذاعه. يعني اي اون سيغتان سبونتانيتي، كاين تلقائيه في التنشيط اللي جبتها من الاذاعه. وبالتالي انا عندي الاذاعه هي المدرسه، والتلفزيون راني نحاول فقط اني نستمتع قد ما نقدر. معناها المتعه عندك في الاذاعه اكثر. في الاذاعه. في الاذاعه اكثر. خلينا نفقد الطنجره نشوفوا اللحم نتاعنا تقلى والا لا. خساره قلت لي البصل ما تحبوش. عرفت ريحه البصل بالصحه. عندك حاجات اخرين ما تاكلهمش خلاف البصل؟ غير البصل، ما نحبش الثوم. لا ثوم لا بصل. الثوم عدوي. معناها انت جيت في الوقت هذا اللي يلزم ياكلوا فيه الثوم والبصل. وي. رمضان لازم يكون فيه البصل، لازم يكون فيه الثوم.
مش رمضان عندي مشكل. الوضع اللي احنا فيه توا البصل والثوم هما اساسيين في الماكله. انت ظلمه في الكوجينه اليوم لازمك تخرج من هنا تعرف تطيب حاجه. انا ماذا بيا تعلميني. لازمك تولي تعرف الطيب. ايوه باش نكمل انا وياك جوست باش نتفقدوا الطنجره نتاعنا على خاطر لازم بعد ما تهز غلوه. أيوة. باش نحطوا البصل هذيا والطماطم. أيوة. وبعد اللوبيا مشت. اوكي لكن في الاخر بالكل باش نحطوا الثوم والمعدنوس في الطنجرة. دونك باش نخلطوا الطماطم نتاعنا سهلة خسارة حبيتك انت اللي ما تقص البصل. ابدا 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 وين يدور البصل ما ندورش. بالنسبة للغاديو شنو المشاكل اللي موجودة توا تلقاها هكا في خدمتك ولا صعوبات تلقاها في الخدمه خاطر نعرف ديما الراديو عنده برشا صعوبات. الصعوبات تاع في الراديو اصلا انا نخدم في اذاعه رقميه ربما المستمعين تاع الاذاعه الرقميه مش كيما في الاذاعه تاع الاثير أقل. لكن التجربه اللي عشتها في جو راديو التجربه خلتني نعرف بأن الناس يستهلكوا بزاف المحتويات الرقميه وبالتالي المحتوى الرقمي في الجزائر يعرف تصاعد كبير وجو راديو التجربه اللي تبين بأن الجزائريين والمستمع الجزائري يستهلك المحتوى الرقمي. انا صراحه في البدايه مشيت في التجربه ما كنتش معتقد بأنه راح تاخذ كل هذا النجاح لكن اليوم جو راديو كي نشوف الصدى اللي عملته نقول الصعوبات اللي كنت نتخيلهم في البدايه اليوم بعد 3 سنوات ما هي صعوبات كبيره. تجاوزناها. 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 اي. وباش تكون مغروم انت في الغاديو؟ في السابق كاين العديد من المذيعين في الجزائر كما جلال شندالي اللي هو كما كاين سليم سعدون كاين كثير من المنشطين اللي جازوا من قبل. وتوا؟ الان يونس صبر شريف. شكر روح وتعدى توا هذه هي باش ما نحرج حتى واحد نقول اسم ومن بعد يزعفوا اخرين فخليها هذوما ثلاثه يونس وصابر وشريف. اوكي هذو يتنافسوا مع بعضهم وخلافهم بالثلاثه. لا بكل تواضع كاين العديد من المنشطين في الجزائر اللي متميزين. كيما شكون كيما شكون كيما شكون كاين ابن جلال الشندالي اللي راه في اذاعه البهجه كاين اصدقاء ليا اللي خدموا في اذاعه جيل افام كاين جمال ضا كاين في السابق كاين هذا قبلنا كان سفيان داني اللي كان سبقنا في الاذاعه يعني جينيراسيون اللي جوست قبلنا. فكاين كثير من المنشطين الله يبارك في الجزائر كل واحد والستيل تاعو كل واحد واللوك تاعو فكل واحد يحاول يتميز بالشيء اللي يقدر. اوكي خلينا نمرقطه شويه. انت على الاخر والله اي حبيت دبلوماسي حبيت نحصلك ما حصلتش باش نمرق المرقه نتاعنا. أيوة. شوية خاطرها سيء باش تقعد تطيب نخليوها تغلي. نعم. ومن بعد باش نحطوا الثوم والمعدنوس بعد ما تهز هكا شوية غلوة باش هكيكا تكون المرقة نتاعنا حاضرة وتكون جاهزة. لازم. باهي يا سيدي يا يونس يا صابر يا شريف أنت معرس؟ لا ماشي معرس. خاطب؟ لا ماشي خاطب. لا خاطب لا معرس. لا خاطب لا معرس. دونك منعت من الموسم في رمضان لا هدية لا كادو لا مصروف. لا مهيبة لا والو. دايور راني قلت لنوري من قبيل باش يشوف لي كاش واحدة نخطبها أنا في القصر. وعلاش النوري يشوف لك؟ أنا عارف غير نوري في القصر أنا. داير قال لي هو كلش في هذا القصر. كان شاف لك النوري. ربحت بكري. ندير فيه كونفيونس اذا ما نديرش فيه كونفيونس ندير فيه كونفيونس فيك انت انا اي اما نقول لي صايب عليك هاي خلاص انا حكايه فارغه حكايه فارغه ماكش مشحاح انت قلت لي لا على موسم لا حتى شيء ماكش مشحاح. لا ماشي من الباب هذاك لكن الواحد يتهنى من المصروف من مصروف هذا العام. تخوف نخلوها العام تطلع مشحاح تولي تخوف. لا 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 ابدا. ما فما حتى وحده معناتها في بالك اللي انت تحب عليها؟ صراحه لا صراحه لا لانه في السابق
كانت علاقات ولا كانت علاقه لكن ما كتبش المكتوب لكن خلي المكتوب يجي في وقت كل حاجه في وقتها كل حاجه انت تحب تخو انا نشوف لك وحده هكيك بطريقه تقليديه ولا انت تحب تلقى روحك مع وحده بين التقليدي وبين الحديث يعني ما نحبش التقليدي بزاف وما نحبش الحديث بزاف يعني بيناتهم كاين واحد كيفاش هذه بيناتهم فهمها لي ذي بيناتهم دوك نقول لك يعني ما نحبش انا نتزوج تقليدي بطريقه انه الواحد ما يعرفش الانسان اللي راح يكمل مع حياته من جانب اخر ما نحبش الجانب الحديث وين نلغي كل التقاليد فبيناتهم كاين فلوس كاين حاجه فلوس كاين حاجه مش مشكل كيما انا فاهمكش نقول لك ما سالش ما فهمتش ما بيسالش حبيتي تحصليني بصحة لا لا نشوف لك والله نشوف لك خلاص نتكل عليك عندنا في المملكه على بالي عندنا بنات محليهم كيفاش انت المواصفات اللي تحب ما راهيش مواصفات جماليه هي مواصفات اكثر انسانيه يعني إيه؟ لازم تكون هذه مسمى مواصفات انه لازم تكون عندها قيم معينه لازم تكون ذات تعليم معين فكما كل الجزائريين يعني يحتاجوا دائما وحده اللي ان شاء الله نلقاو لك في المملكه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فما شكون نجم نعمل عليه الباجي 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 ويدور بزاف الباجي يدور ونجم يشوف يدور بزاف يعس خلاص نشوفوا المرخى نتاعنا كيفاش حضرت وما تقوليش لا ما نذوقش ولا ما ناكلش لا ندوق اعطيت لك التزام انا ندوق فوالا باش تاكل منها المرقة وبعد تعطيني رايك اما خل نزينها ونبرقشها ونحطوها هكا تبدا باش انت تتشهيها كي تشوفها خلاص هكا ولي حاضر اقعدوا معنا انتم زيدا باش تشوفوا كيفاش طابت المرقة نتاعنا وانا راجعي الزليقو نتاعنا حضر والزينه نتاعو كملنيها كملو كان طرف المعدنوس هذيا وان شاء الله يعجبك لا لا عجبني شوف انا ما نحبش البصل كيما قلت لك بصح كي نشوف هكذا راني متشهي واني صحه يا بناكلو يعطيك الصحه صحه وبالشفاء ربي يخليك يعطيك الصحه نوريه اخاف في روحك راه قريب يأذن على بالك انا شقال فطر حاضر من قبيله نستنى فيك انت باش تهز الضيفه نتاعنا للديوان صحه مرحبا مره اخرى وشرفتني ومرحبا بك في كل وقت يعيشك نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله ان شاء الله حسب سلامه قول لي يونس بين سقسيك لما تروح تشوف مولاي باش يجي لك وزير تخرج عليك خانة حلقتنا اليوم وفات ان شاء الله ان شاء الله تكون عجبتكم غدوه في نفس التوقيت ان شاء الله كوجينة عاشور نحبكم ديما ديما تستنوني باش نقول لكم على ماكله بنينه وتعجبكم شهيه طيبه وصحه فطوركم زاليغو لوبيا خضراء الحم علوش ثلاثة كعبات طماطم فرشكة كعبتين بصل نقصوهم جوانح ربطة معدنوس مقصوصة جيدة مغرفة صغيرة فلفل عكري نص مغرفة كركم قرفة عود وفلفل الأكحل وملح سكان المملكة بلا غام الغايب يعلم الحاضر ورانا عارفين باللي رقبتكم اللقية وباغين تضحكوا وتتهاو بصح رانا نوعدكم باللي يا رجلوها يا ما رجلوهاش تيليشارجي جيزي اب واقضي على اللقية تحصل على افلام موسيقى العاب ومحتويات حصرية مع جيزي